السنة النبوية وحياة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالمشاهد الفارقة. من المشاهد الفارقة إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لا تحدثوني عن أصحابي فإني أريد أن ألقاهم سليم الصدر. يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حط قاعدة مهمة جدا جدا جدا، إني سلامة الصدر عندما نتعامل مع الناس. ثم قال: لا تحدثوني عن عائشة فإني لا يأتيني وحي إلا أنا في حجرها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عايز يخرج الناس كلها من هذه الأزمة الكبرى اللي بنعيشها، لما كل واحد فينا يتحول إلى قاضي، فتبقى عايش إن أنت في وسط 100 مليون قاضي وهو بيحكموا عليك في كل وقت، وأنت في طول الوقت مضطر إن أنت تكون متهم ومضطر طول الوقت تدافع عن نفسك. هذه الحياة حياة صعبة وحياة كريهة، وإحنا لابد إن إحنا نتخلص منها. إذا استمرينا على ده العلاقات كلها تبوظ، وإحنا نستطيع أن نعيش كإنسان طبيعي في هذه الحياة. إذا أردنا أن احنا نكون متزنين، تعالوا نعمل شوية إجراءات مهمة جداً جداً. أول إجراء: لا تتبع الأخبار التي تصل إليك. تتبعك للأخبار التي تصل إليك هذا على يوصلك أن أنت تقع في التحسس والتجسس اللي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، وده شيء مهم جداً جداً جداً، أنت حاول بقدر الإمكان إذا وجدت حواليك ناس يتكلمون في أي موضوع يريدون أن يتكلموا عن الناس، توقف وغير الموضوع، وحاول أن تذكر ذلك الشخص بشيء حسن. وحاجة مهمة جدا جدا عشان تقدر تكون سليم الصدر، تعود دايما أن أي حد يخطر على بالك أن أنت محتاج أن أنت تشوف أخباره وتطلع على أي شيء من عوراته، ادعي له. إذا أنت عملت كده تكون في أحسن حال، إن شاء الله سبحانه وتعالى يكتب لك صدر سليم، ويكفيك أن الملائكة دايما هتكون حواليك وتأمن على دعائك لأخيك.